خير يا جمعه؟ في اتنين بره بيبي صلاه لعمر باشا. عمر بيه يا ابني في اجازه، بس هم يا باشا بيصلوا عليه عشان قضيه الملكيه. طب خليهم يخشوا اتفضل. طب اسيبك انا بقى من دي. رايح فين يا صاوي؟ اقعد شوف البلاوي دي. اقعد يا عم جنبي. صباح الخير يا باشا. سالك يا باشا، سالك. يا اهلا وسهلا، الف سلامه عليك. اقعدي. الله يسلمك يا باشا. خير؟ احنا عندنا كلام كتير قوي عايزين نقوله لحضرتك يا باشا. اتفضلي. انا ميرفت، ميرفت بنت الست احسان اللي انتوا مسكتوها واتضربت بالنار وهي راحة النيابة يا باشا. هو في حد في الاسم ده ما يعرفش ام ميرفت؟ احنا عندنا كلام كتير قوي عايزين نقوله بخصوص امريكان يا باشا. طب ما تقولي، هو انا ماسكك؟ امريكاني هرب يا باشا. احنا عارفين انه هرب. اه بس انتوا ما تعرفوش هو راح فين. احنا ما يفرقش معانا راح فين او جه منين، لان مفيش حاجه قانونا على الامريكان. بس انتوا يا باشا عارفين ان البضاعه اللي اتمسكت عند امي تبقى بضاعته. احنا متاكدين ان البضاعه بتاعته، لكن النيابه والمحكمه ما بتاخدش غير بالادله والاثباتات، وكل الادله والاثباتات دي كلها ضد امك. ولا انت شايف ايه يا عم سالك؟ يا باشا، يا باشا انا امي اتباعت يا باشا، امريكاني باع، وانا وسالك بقى ما بقاش عندنا اي هم في الدنيا دي غير ان احنا نجيب داغه زي ما جاب ده امي. احنا سالنا على عمر بيه، قالوا لنا في اجازه، واحنا بقى عندنا كلام كتير قوي عايزين نقوله له. كويس يا ميرفت انك انت جيتي، واي كلام عايز توصليه لعمر بيه تاكدي انه هيوصل له عن طريقي او عن طريق الصاوي بيه. ماشي يا باشا. احنا عارفين امريكاني فين، وعارفين كمان راح لمين، وعندنا معلومات كتير قوي ممكن تخليكوا تقبضوا عليه من غير ما يلاقي خرم ابره يقدر يفرفص منه. افهم من كده بقى يا عم سالك انك انت نويت تسلم المعلم بتاعك. فريده، فريده. فريده، صباح الخير يا بابا. صباح النور يا قلبي، يا عمري يا عمري يا عمري. بقولك ايه، انا حسيت انك انت مفضلي قلت اما اجيب النسكافيه بتاعك بتاعي ناخد النسكافيه سوا بدل الحكايه بقى مرسم ومنفضه بقى. يا حبيبي هو انا ينفع نفض لك؟ لا طبعا. طب يلا يا قلبي. الله يا فريده، حقيقي حلو بجد يا بابا، عجبك؟ حقيقي حلوه يا فريده. نازلة السلالم يا ما شاء الله عليها.